بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، ما زالت التحديات المثيرة ثامن الأشواط ينطلق على حضراتكم في هذا الانطلاق الموفق. أسير بكم مع المركز الأول مع الشاهينية ناصر بن حمد براكان الوهيبي منطلقا نحو صدارة هذا الشوط المركز الثاني. الوصول من الشاهينية شهاب بن حمد اليحافي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الوصول من الشاهينية محمد بن ناصر الدويكي. المركز الرابع القادمة راهية سالم بن مسعود الدويكي على رابع المراكز، والخامس المراكز الشاهينية أحمد بن محمد المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول لأيضا اكتشاف أيضا هل تغييرات هناك مع الصدارة، لكن ما زالت الصدارة والقيادة مع الشاهينية. الشاب بن حمد اليحافي مع المركز الأول ينطلق على الصدارة هذا الشوط المركز الثاني. القدوم مع ثاني المراكز والوصول من الشاهينية ناصر بن حمد براكان الوهيبي، والمركز الثالث القادمة أيضا راية سالم بن مسعود الدويكي على المركز الثالث والمركز الرابع شعار محمد بن ناصر الدويكي. هذه النتيجة. أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى التقدم في هذه اللحظات اللي انطلق نحو المركز الأول نحو الصدارة هذا الشوط اللي انطلقت هناك مع المركز الأول الشاهينية ناصر بن حمد براكان الوهيبي ما زال في القيادة منطلقا، لكن هناك إلى المركز الثاني والتحدي الموجود من قبل الشاهينية شاب بن حمد اليحافي، لكن هناك الصدارة والقيادة ما زالت مع المركز الأول الشاهينية ناصر بن حمد براكان الوهيبي. انطلق نحو الناموس والانتصار في هذا الشوط الجميل، لكن التنافس التنافس يا سلام يا سلام يا سلام، الفوتي والفنش موجود حتى رمق الأخير. تهانينا والناموس ما بين الاثنين شاب بن حمد اليحافي ناصر بن حمد براكان الوهيبي ما بين الشاهينية هنا من أيضا هناك مع الفوتي والفنش في هذا الشوط. والتوقيت الزمني دقيقتين وتسع هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا.